جميع المواطنين كيفرحوا ملي كطيح الشتا، يعني كينقصوا الامراض، كنشوفوا الويدان غادي يعمروا، كنقولوا بان يقدر ربي غادي يشوف من حالتنا ويعمروا الويدان، نقص هذا الجفاف هذا اللي كيقولوا متوقع يا ربي ما يكونش اصلا. هذا الشيء اللي بغينا، وبغينا الامطار ديال الخير تقوى اكثر من هكا، يعني يعمروا الويدات ديالنا وترخص علينا الخضره وترخص المعيشه اللي بنادم كامل ولا متضرر من هذه المعيشه هذه. هذا هو الاساس في كل شيء. الحمد لله الشتا اللي طاحت فرحنا بها بزاف، وكنترجاو الله يعطينا يزيدنا من الفضل. الشتا داز الوقت ديال الشتا، اما دابا يلاه كت بور كراميل هذا كتحيد داك الريح البرد والشتا والمسائل اللي تتبع، يعني باش تقول بان راه الشتا كدير دابا شي حاجه، ما حتى شي حاجه هنا في الوقت ديال هذا داز. حتى لي كولومون اللي كنعرف بينهم شحال في الابوك تلقى الشتا والبرد والريح و ما كايناش، ما كاين حتى شي حاجة، ما كاين حتى شي حاجة بنتي، سي ديجا باسي. يا الشتا فوق ما جا الخير نفع كما تيقولوا، يعني جامي تخوطا فوق دو بيان، ولكن ما كافياش نجا اللي ارفع ارتفاع الاسعار والهشاشة والناس ما خدامينش والوقت مع الاسف. اذا كان هذا الجفاف طول غادي ياثر على الدوله وعلينا وعلى المواطنين في القدره الشرائيه وجميع المجالات الحياه. الوقت مع المستقبل غادي يكون بروبليم دولو العالم كله، ميريك الى حيتي الممشى العالم. اذا تتمناو اللي تيسمعونا وعندهم غيره وطنيه صحيحه على البلاد وحتى دينيين واخلاقيين ما يضيعوش الملتين، اللي عنده صحاب السيارات ينقصوا، اللي عندهم جرادي صحاب الدوش في الحمام ينقص، يدير اللي ما مسموح به باش ما نعيشوش نفس الاشكال. نطلب من الجميع الحفاظ على الماء، راه نعمه وراه قالوا لنا دوبي بيان لونتو من الماء جا لنا كل شيء ينحي، ومشكل القاره والعالم هو مشكل الماء. اذا تطلب منكم حدوا لنا الماء، راه الماء جوهره ثمينه، حافظوا على الماء، ارجوكم حافظوا على الماء. بطبيعه الحال يكون فرحانين بها، لمالا وفيها واحد الخير، نسال الله ان تكون نافعه، لان كاين الشتا اللي كتكون ضاره، ولكن هذه نتمنوا انها تكون نافعه، انه الزرع ينبات وان نسبه السدود تمتلئ. فالحمد لله، نسال الله ان يريتنا غيثا نافعا، نسال الله ان تكون زعما هذه الشتا فيها خير، ان الفلاحه تزدهر، والى طبيعه الحال ملي كيكون العرض اكثر من الطلب طبيعه الحال غتكون الخضره ناقصه تماما، والعكس ملي كتكون عاوتاني الخضره قليله والطلب كثير فغتكون غاليه. باش تكون عندنا الخضره طبيعه الحال نحتاج الشتا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.